السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الحضور الكرام، أبارك لكم اجتماعكم هذا وأنتهز هذه الفرصة لتقديم اتفاقية التي سيتم توقيعها ما بين جامعة الزرقاء وجامعة عين شمس. جامعة الزرقاء هي من الجامعات الأردنية التي تأسست في عام 1994 وبدأت نشاطها التعليمي بال94، والآن والحمد لله رب العالمين أصبحت من أقوى الجامعات الخاصة في الأردن. كذلك استطاعت الجامعة الحصول على ميدالية اليوبيل الفضي من جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة الاحتفالات باليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، وهذه الميدالية استحقتها الجامعة عن التعليم والشهادات الجودة الحاصلة عليها سواء كانت المحلية أو الخارجية. أما بالنسبة للاتفاقية التي ستربطنا بجامعة عين شمس، هي من الجامعات العريقة في جمهورية مصر العربية ولها باع طويل في التعليم والبحث العلمي واعداد القيادات سواء كان لجمهورية مصر العربية أو للدول العربية. الاتفاقية جاءت بعد سنتين من التفاوض ما بين جامعة الزرقاء وجامعة عين شمس، وأهم البنود التي تقوم عليها هذه الاتفاقية هي إنشاء مؤتمرات مشتركة ما بين الجامعتين، تبادل الخبرات العلمية سواء كان أعضاء هيئة التدريس أو تبادل الطلبة لقضاء بعض الفصول الحرة سواء كان طالب من جامعة الزرقاء يقضي في جامعة عين شمس أو العكس. كذلك تبادل البحث العلمي بحيث تكون هناك أبحاث مشتركة ما بين الجامعتين، وهذا سيرتقي بالجامعتين إن شاء الله. أتمنى أن تكون هذه الاتفاقية بمثابة بداية اتفاقيات مختلفة ما بين الجامعتين. أتمنى للجميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.